استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.